البوتاسيوم، وشارة البوتاسيوم من أهم الشوارد في الجسم من حيث تأثيره على العضلي القلبي والاستقطاب أو نزع الاستقطاب العصبي العضلي، واضطراباتها من أهم الاضطرابات الشرد. رح نتحدث بمقدمة وتذكرة هي عن شارة البوتاسيوم. هي شارة البوتاسيوم مثل ما ذكرنا أكثر من مرة هي الشارد الأهم في الوسط داخل الخلوي، وبيبلغ تركيزها داخل الخلايا 50 ل 165 ميلي مول، وسطيا 150 ميلي مول. اما بالوسط خارج الخلوي فبكون تركيزها هو مثل تركيز البلازما 5 ميلي مول تقريبا، وسطيا يعني 4.5 او 5 ميلي مول باللتر، فبكون تركيزها داخل الخلايا اعلى من خارج الخلايا بنسبه 30 لـ1. بينما تكون كميه البوتاسيوم قليله في الوسط خارج الخلوي بيبلغ تركيزها عاده الطبيعي من 3.5 لل5 ميلي مول باللتر، 4 ميلي مول باللتر. وبالتالي فإن تغيرات البوتاسيوم الطفيفي في السائل خارج الخلوي تكون عائلي، خاصة إذا علمنا أن الوظيفة الجوهرية لشارة البوتاسيوم هي المساهمة في الحفاظ على استقطاب الغشاء الخلوي، وهذا ما نشاهده في تغيرات شارة الصوديوم. فمثلا لا تظهر أعراض نقص الصوديوم إلا إذا يعني طبعا بداية ظهور أعراض نقص الصوديوم إذا نزل مستوى أقل من 125 ميلي مول باللتر، ولا نعتبر جديد إلا إذا انخفض أقل من 115 ميلي مول باللتر. أما شارة البوتاسيوم فمجاله بيكون ضيق كثير، وبالتالي التغيرات اللي بيطلع تبلغ الحاجة اليومية من البوتاسيوم بمعدل 1 ميلي مول لكل كيلوغرام يوميا. يعني إذا كان شخص وزنه 70 كيلوغرام يعني تقريبا ممكن يكون 70 ميلي مول باليوم. يتم تنظيم لشارة البوتاسيوم على مثل الكالسيوم والهيدروجين والصوديوم. هلا توزع شارة البوتاسيوم بالجسم بس او الاماكن يعني اللي بتحتوي على البوتاسيوم هي بشكل اكبر، اهم شيء العضلات المخططة وهي الاغنى بالبوتاسيوم، تحتوي تقريبا 2.6 مول أي 2650 ميلي مول، وذلك عند الإنسان ذو وزن بحدود 70 كيلو غرام. أيضا أعلى التراكيز اللي بتكون هي بالعضلات المخططة، أيضا احفظوا لي بالكريات الحمر. بالكريات الحمر بكون تركيزها أعلى من تركيزها بالبلازما، لأنه هذا شغلتين كتير مهمات بالعضلات المخططة، لأنه لما بيحصل عندنا تناثر الهرس مثل الكرش سيندروم أو مريض تعرض لتناثر الهرس فبيتحرر البوتاسيوم داخل الخلايا وبيحصل عند المريض ارتفاع بالبوتاسيوم. أيضا في حال انحلال كذلك بيتحرر البوتاسيوم داخل الكريات الحمراء للبلازما وبيرفع عنا بوتاسيوم الدم. هلأ دور الكلي في تنظيم شارة البوتاسيوم. كمية البوتاسيوم المطروحة من الجسم يوميا تكون عن طريق البول بنسبة 90% والبراز بيساهم ب 10%. تزداد النسبة المطروحة عن طريق الجهاز الهضمي في حالات الإسهال، وكلما كان البراز لينا أكثر كلما زاد محتواه من الماء والبوتاسيوم. في حالات الكوليرا مثلا بيرتفع الاطراح الهضمي للبوتاسيوم ل 50%، ويكون الطرح الكلوي للماء أكثر من طرح. بشكل عام يحتوي أكثر من الرشاحة البولية على 4 ميلي مول من البوتاسيوم، والرشاحة اليومية مثل ما درسنا هي 180 لتر باليوم، وبالتالي تحتوي الرشاحة تقريبا على 720 ميلي مول من البوتاسيوم. وإذا طرحت هذه الكمية كاملة في البول يحدث لدينا نقص بوتاسيوم قاتل. لذلك وقت اللي راح ندرس إعادة امتصاص البوتاسيوم راح تشوف أنه تقريبا 99% يعني من 98 ل 100% من البوتاسيوم الراشح تقريبا يعاد امتصاصه. يرشح معظم البوتاسيوم تقريبا يعني كامله في الكبة الكلوية
ثم يحدث مائل في الأنبوب المعوج القريب. هون يعاد امتصاص الكميل أكبر 5% تقريبا النسبة الثلثين يتم إعادة امتصاصه في الأنبوب القريب. أيضا في الشعب الصاعدي العروي الهالي القسم العريض منها يعاد امتصاص 25% من البوتاسيوم الراشح. وفي بداية الأنبوب المعوج البعيد يعاد امتصاص 10-15% من البوتاسيوم الراشح. وبالتالي بهالثلاث أماكن بالأنبوب المعوج القريب وبالشعب الصاعدي العروي الهالي القسم الثخين منها وبداية الأنبوب المعوج البعيد يعاد تقريبا امتصاص 100% من البوتاسيوم الذي يرتشح. وكما ذكرنا في محاضرات الفيزيولوجيا تبعية الكلي أنه البوتاسيوم اللي بيكون يطرح بالبول هو بوتاسيوم ليس من البوتاسيوم الراشح لأنه كله تقريبا يعاد امتصاصه. أما البوتاسيوم اللي بيكون مطروح بالبول فهو بيكون ناجم عن الإفراز، إفراز البوتاسيوم إلى لمعة الأنابيب البولي واللي بيحصل بالأنبوب المعوج البعيد والقسم الأول من الأنبوب الجامع. هوني مكان تأثير الألدوسترون يتم إفراز 10-20% من كمية البوتاسيوم اللي يعاد امتصاصه تحت تأثير الألدوسترون وذلك بالتبادل مع شوارد الصوديوم. مثل ما بتعرفون الألدوسترون بيأثر بالأنبوب المعوج البعيد وبداية أنبوب الجامع بيعيد امتصاص الصوديوم ومعه بشكل حلولي بيعيد امتصاص الماء وبيطرح أو بيفرز شوارد الهيدروجين وبالتالي شوارد بيفرز شوارد البوتاسيوم. فبالتالي كنتيجة إجمالية أن البوتاسيوم المطروح في البول هو ناجم عن إعادة الإفراز وليس عن يعني الرشح أو طرح البوتاسيوم في البول. وهي كنتيجة 99% من البوتاسيوم الموجود في البول هو البوتاسيوم المفرز وليس الراشح حيث يتم إعادة امتصاص كامل كمية البوتاسيوم الراشح تقريبا. مثل ما ذكرنا المناطق الوظيفية من الأنبوب الكلوي هي 4 مناطق وقلنا المنطقة الرابعة هي المنطقة دي وبتحتوي على نوعين من الخلايا. هذول الخلايا بيعملوا تحت تأثير الألدوسترون. الخلايا الرئيسية هي تدخل الصوديوم مقابل إطراح البوتاسيوم والخلايا المقحمي هي مسؤولة عن إطراح شوارد الهيدروجين. وهذا المخطط بوضح اللي حكينا عنه يرشح تقريبا كل البوتاسيوم 100% بالأنبوب المعوج القريب البروكسيمال كونفيولاتي تيوبل يتم إعادة امتصاص 65-70% من البوتاسيوم الراشح. بالجزء الصاعد العروي التهالي القسم الثخين يتم إعادة امتصاص 25% وبالديستال كونفيولاتي تيوبل اللي هو الأنبوب المعوج البعيد يتم إعادة امتصاص 10-15%. والبوتاسيوم المطروح بالبول هو يكون ناجم عن إفراز البوتاسيوم بالتبادل مع شوارد الصوديوم تحت تأثير الألدوسترون في القسم البعيد من الأنبوب البعيد وبداية الأنبوب الجامع. هلا اضطرابات شرط البوتاسيوم وتعامل الجسم معها. ذكرنا في المقدمة إنه الاضطرابات الطفيفة في مستوى البوتاسيوم تكون ذات تأثيرات جوهرية حيث يترافق نقص أو فرط البوتاسيوم خطيرة. علما انتبهوا انه فرط البوتاسيوم هو يعتبر ذو خطورة اكبر من نقص. هناك اسباب كثيرة تؤثر على كمية البوتاسيوم في البلازما منها ما يتعلق بالوارد والاطراح او تناول ادوية معينة يعني تحدث تغير في كمية البوتاسيوم الكلي في الجسم ومنها ما يتعلق بتوزع شرط البوتاسيوم بين الوسطين داخل وخارج الخلايا وهذا ما يدعى بإعادة التوزع بين البلازما والخلايا إعادة التوزيع يعني في بعض الحالات بيدخل فيها البوتاسيوم لداخل الخلايا أو في بعض الحالات بيخرج فيها البوتاسيوم لخارج الخلايا راح ندرسها وهذا ما يسمى إعادة التوزع بين الوسطين داخل الخلوي وخارج الخلوي وهو اللي شفت. ففي بعض الحالات بتكون فيها كمية البوتاسيوم الكلي في الجسم تكون طبيعية لكن التغير في كميته بالوسط خارج الخلو. عند ارتفاع
تركيز بوتاسيوم المفصل، يعني عندما بيحصل عندنا ارتفاع بالبوتاسيوم هذا بيحرض المنطقة الكبية في قشر الكظر بشكل مباشر على إفراز الألدوستيرون. ارتفاع البوتاسيوم الألدوستيرون يفرز من المنطقة الكبية، من قشر الكظر بيحوي ثلاث مناطق، المنطقة الكبية هي المنطقة اللي بتؤدي لإفراز بتزيد أو بيفرز الألدوستيرون منها، فعند ارتفاع تركيز إشارة البوتاسيوم يحرض قشر الكظر على إفراز الألدوستيرون، إفراز الألدوستيرون بيأثر على الكلي وبالتالي بيزيد عودة امتصاص الصوديوم مقابل إطراح شوارد البوتاسيوم. فعند زيادة طرح البوتاسيوم ولمنع التفاقم الحالي أو عند حدوث نقص تركيز بوتاسيوم في المصل، يعني لما بينقص عندنا هون الحالة المعاكسة بينقص تركيز بوتاسيوم المصل، يحدث هوني بهالحالة العكس، بيحدث تثبيط للمنطقة الكبية في قشر الكظر وبيثبط إفراز الألدوستيرون بآلية الترقيم الراجع السلبي، وبالتالي تتم المحافظة على البوتاسيوم، يعني ما بيعود يفرز بالبول، وبهالحالة هي التأثير هو بيكون لمنع تفاقم نقص البوتاسيوم وليس إصلاح لنقص البوتاسيوم. هلأ نقص بوتاسيوم الدم تعريفا هو نقص أو انخفاض تركيز البوتاسيوم إلى أقل من 3.5 ميلي مول باللتر، ومثل ما ذكرنا هناك ثلاث أسباب رئيسية لنقص البوتاسيوم، أهمها الشفت أو إعادة التوزع بين السائل داخل الخلوي وبين البلازما، وهو أول ما نبحث عنه في هذه الحالة. تتلخص أسباب نقص البوتاسيوم بالتالي: إعادة التوزع بين البلازما والخلايا، الشفت، يعني هناك أسباب تسبب دخول البوتاسيوم إلى داخل الخلايا وبالتالي نقصه في الوسط خارج الخلوي، بينما يكون بوتاسيوم الجسم الكلي طبيعي. وهي الأسباب أهمها الإنسولين، الإنسولين بيزيد إدخال البوتاسيوم بالطبع السكر لداخل الخلايا، لذلك نستخدمه في حالات علاج فرط البوتاسيوم. انتبهوا على الأدوية، مقلدات أو شادات بيتا 2 مثل مركبات السالبوتامول والتربوتالين، لذلك أيضا تستخدم في معالجة بوتاسيوم الدم لأنها بتدخل البوتاسيوم لداخل الخلايا، وحصيرات ألفا الأدرينرجي، وأهم الحالات اللي بيحدث فيها دخول البوتاسيوم لداخل الخلايا هو حالات القلاء، سواء كان قلاء استقلابي ولا قلاء تنفسي. حالة القلاء بشكل عام، فبحالة القلاء شو بيحصل عنا؟ بيحصل عنا نقص بشوارد الهيدروجين، فمثل ما بتعرفوا الهيدروجين بشكل عام، احفظوها، الهيدروجين وشوارد الهيدروجين والبوتاسيوم هني شارتين إيجابيتين، لكن يعتبروا أعداء لا يلتقيان أبدا. في حالة القلاء بيحدث نقص لشوارد الهيدروجين في البلازما، وبالتالي الأمر اللي بيؤدي لخروجه من داخل الخلايا، ولما بتخرج شارد الهيدروجين لابد من دخول شاردي بدالها، فبيدخل بدالها شارد البوتاسيوم لداخل الخلايا، فبالتالي بينقص تركيزها في الدم. وبالحماض يحدث العكس، في حالات القلاء يصير عندنا نقص بشوارد الهيدروجين، وبالتالي شوارد الهيدروجين تخرج من داخل الخلية لسائل خارج الخلوة أو البلازما، وبهالحالة هي بيدخل بدل شوارد البوتاسيوم لداخل الخلية فبينقص تركيز البوتاسيوم. أيضا عندنا بعض الحالات وهي الشلل الدوري العائلي بنقص البوتاسيوم، هو طبعا حالات نادرة، وأيضا عندنا مو بس هذا، عندنا شلل دوري عائلي بنقص البوتاسيوم، عندنا شلل دوري عائلي بفرط البوتاسيوم كذلك، وهو حالات نادرة. شلل الدوري العائلي بنقص البوتاسيوم هي حالات قليلة لا تشغلوا بالكم فيها، بتترافق مع خزل بالأمعاء وتطبل بالبطن وضعف بالأطراف، يعني بيحصل عند المريض شلل الأمعاء وشلل بالأطراف، وهي بتجي بشكل دوري وبتكون حالات عائلية ولكنها قليلة ونادر ما تشوفوها. من أسباب نقص البوتاسيوم هو نقص الوارد، نقص الوارد حالات نادرة، وذلك بسبب وفرة الغذاء الغني بالبوتاسيوم، حيث نحصل يوميا على حوالي 1 ميلي مكافئ أو 1 ميلي مول على الكيلوغرام من البوتاسيوم عن طريق الطعام،
وخاصة الخضروات، وكلما زاد اللون الأخضر فيها زاد غناها بالبوتاسيوم، وعن طريق الفواكه أيضا وخصوصا الموز كما يتوفر البوتاسيوم أيضا في التمر واللحوم والبطاط. لكن قد يحدث، إذا حدث نقص بالوارد غالبا بيحصل عند مرضى النشافة مع تغذية وريدي نقص البوتاسيوم، مثلا أنه المريض يعطوه سيرومات ملحية بشكل مستمر وما بدون إضافة البوتاسيوم. أما استخدام محلول رينجر لاكتات فلا يسبب نقص بوتاسيوم لاحتوائه عليه، بل بالعكس سنرى أنه قد يكون أسباب ارتفاع البوتاسيوم. انتبهوا لمحلول رينجر لاكتات. محلول رينجر لاكتات هو المحلول الوحيد اللي بيحتوي على البوتاسيوم وأيضا بيحتوي على الكالسيوم، مو موجودات أبدا بالمحاليل الأخرى. بيحتوي على البوتاسيوم بمعدل 4 ميلي مول باللتر، وبيحتوي على الكالسيوم بمعدل 5 ميلي مول باللتر. السبب الثالث لأسباب نقص البوتاسيوم هو زيادة الاطراح أو ضياعه عن طريق البول. ضياع البوتاسيوم إما أن يحدث نتيجة أسباب كلوية أو خارج الكلوية. الأسباب خارج الكلوية بالحالي بيكون بوتاسيوم البول أقل من 20 ميلي مول باليوم، ومن هي الأسباب الخارج الكلوي الإقياء والإسهال وأيضا الشفط بالأنبوب المعدة، يعني نص محتويات المعدة بشكل متكرر. الأورام الزغابية، أورام الزغابية أحيانا في منها خصوصا الفيبوما ممكن تفرز شوارد البوتاسيوم على الأمعاء، وبالتالي بيحصل عند المريض نقص بوتاسيوم. أيضا النواسير ممكن تضيع شوارد البوتاسيوم، انسداد اللفائفة والمفاغرة الحالبية السينية، أحيانا بيعملوا مفاغرة في بعض الأورام، بيفاغروا الحالب على السين وبالتالي بيصير يطرح البول بالمستقيم بالسيجموئيد بالسين، فهذا بيحرض طرح شوارد البوتاسيوم والتناول المزمن للملينات. بهالحالة هي الكلي السليمة ستعاود بحبس البوتاسيوم عن طريق تثبيط الألدسترون وبالتالي تحافظ على البوتاسيوم، لذلك بهالحالة هي بكون بوتاسيوم البول منخفض، بكون أقل من 20 ميلي مول باليوم. صار أكثر من مرة ذكرت الإقياء مص محويات المعدي المتكرر بيضيع البوتاسيوم ومعه الحموض وشوارد الهيدروجين، وبالتالي بيحصل عند المريض قلاء استقلابي ناقص بوتاسيوم ناقص الكلور. أما بالإسهال فبضيع البوتاسيوم والبيكربونات وبالتالي بيحصل عند المريض حمى استقلال. الأسباب الكلوية، بالأسباب الكلوية بيكون فيها بوتاسيوم البول أكثر من 20 ميلي مول باليوم. بالحالة الطبيعية عند وجود نقص بوتاسيوم الدم فإن الكلية تقوم بحبسه وعدم اطراحه، فإذا وجدنا كمية البوتاسيوم في البول أكثر من 20 ميلي مول باليوم رغم وجود نقص بوتاسيوم في الجسم، فهنا يكون للكلي دور في إضاعة البوتاسيوم، وهنا بنميز حالتين. الحالة الأولى هي نقص بوتاسيوم مع وجود ارتفاع الضغط الشرياني، وهنا أول شيء نفكر متلازمة كون أو الألدوسيريني البدئي اللي هي متلازمة كون اللي بتكون ناجمة إما عن أدينوما أو فرط تصنع في قشر الكظر مفرزي للألدوسيرون. ابتداء كون ونتيجة لفرط إفراز الألدوسيرون اللي بيطرح شوارد البوتاسيوم والهيدروجين في الكلي بالتبادل مع شوارد الصوديوم. هوني غالباً مرضى متلازمة كون بيحدث لديهم قلاء نتيجة طرح شوارد الهيدروجين، مما يفاقم أيضاً حالة نقص البوتاسيوم. بشكل عام مرضى متلازمة كون بيحدث عندهم قلاء استقلابي لأنه زيادة إفراز الألدستيرون بيعيد امتصاص الصوديوم والماء وبيطرح شوارد الهيدروجين. طرح شوارد الهيدروجين بيؤدي إلى حالة قلاء، وأيضا بيطرح شوارد البوتاسيوم، فبالتالي بيزيد أول شيء من نقص البوتاسيوم الحاصل عند المريض، وأيضا القلاء هو بحد ذاته بنقص مستوى البوتاسيوم، لأنه مثل ما ذكرنا القلاء بيؤدي لدخول شوارد البوتاسيوم لداخل الخلايا. الأسباب الثانوية يعني أسباب فرط الألدوسيريني الثانوي مثل تضيق الشريان الكلوي، هوني بينقص الحجم
أو الجريان الدموي إلى الكلي، فبتفعل جملة الرينين أنجيوتنسين وبتفعل الألدسترون، والنتيجة هي بتكون حبس الصوديوم وإطراح البوتاسيوم. أيضا متلازمة كوشينج سواء كانت بدئي أو ثانوي، أيضا متلازمة ليدل، وهي متلازمة ليدل بكون بسموها الألدوسترونية الكاذبة بسودو هايبر ألدوسترونيزم، لأنه بيحصل فيها مظاهر تقلد الألدوسترونية البدئية، ولكن بتختلف عنها أنه بيكون الألدوسترون والرينين اثنيناتهم منخفضات، لذلك تسمى الألدوسترونية الكاذبة لأنه بيحصل فيها ارتفاع ضغط شرياني مع نقص بوتاسيوم، لذلك سميت بالألدوسترونية يعني الكاذبة، لأنه بتشابه الألدوسترونية البدئية بارتفاع الضغط ونقص البوتاسيوم، ولكن تختلف عنها أنه بيكون مستوى الألدوسترون والرينين اثنيناتهم بيكونوا منخفضات، لذلك سميت بالكاذبة. أيضا من الحالات أيضا وهي فرط تناول شراب العرق سوس. طبعا هون يعني مو الفرط، هون حتى هون كاتبين الليكورايس أبيوس، يعني الإدمان، الإدمان عليه، يعني المريض بيشرب كمية كبيرة من العرق سوس لأنه بيحوي مادة تشبه الألدوسترون وأيضا الأورام المفرزة للرين. الحالة الثانية اللي هي نقص بوتاسيوم، لكن المريض بيكون سوي الضغط الشرياني، ما بيكون عنده ارتفاع بالتوتر الشرياني، وهوني مثال عليها هو الحماض الأنبوبي الكلوي سواء القريب ولا البعيد. القريب هو النمط الثاني والبعيد هو النمط الأول. أيضا حالة القلاء تحصل أيضا قلاء استقلابي عند مرضى متلازمة بارتر ومتلازمة جيتلمان، والمعالجة بالمدرات غير الحافظة للبوتاسيوم مثل مدرات التيازيدي ومدرات العروي. مدرات التيازيدي مثل الهيدروكلورتيازيد، ومدرات العروي مثل الفروزمايد أو اللازيكس، ومثبطات خميرة الكربونيك انهيدراز، هي مثل ما ذكرنا بالمقالة السابقة بتأثر على مستوى القطعة الأولى، بتأثر على مستوى الأنبوب القريب، ومثال عليها هو الأسيتازولاميد، وهي غالبا بتكون أهم سبب. هون ما بيرتفع الضغط لأنه المدرات تطرح الصوديوم وبالتالي بتطرح معه الماء مما ينقص الحجم، فيبقى الضغط طبيعي وأيضا قد ينخفض. انتبهوا لهالملاحظة، تعتبر المدرات التيازيدي أكثر المدرات إحداثاً لنقص البوتاسيوم وكذلك لنقص الصوديوم لعدم وجود آليات معاوضة من الأنابيب الكلوية بعدما كان التأثير. إذا متذكرين بالمحاضرة الماضية ذكرنا أنه مثلاً مدرات العروي وين بتأثر؟ بتأثر على عروي هالي وبتطرح الصوديوم، وبالتالي إسا في عندك الأنبوب المعوج البعيد والأنابيب الجامعة كمكان لتعويض في حال إطراح الصوديوم بكميات كبيرة. أما المدرات التيازيدي، المدرات التيازيدي بتأثر على الأنبوب المعوج البعيد، وبالتالي فما في أنابيب بعدها لتعويض نقص البوتاسيوم أو نقص الصوديوم، لذلك هي أكثر مدرات إطراحاً للبوتاسيوم وللصوديوم أو إحداثاً لنقص البوتاسيوم ونقص الصوديوم. أيضاً من الأسباب إنه نقص بوتاسيوم وهي انتبهوا له مع بدون ارتفاع توتر شرياني هو عوز المغنيزيوم، وهذا شائع عند الكحوليين، وبشكل عام احفظوا هالملاحظه هاي، عوز المغنيزيوم. اذا المريض عنده عوز بالمغنيزيوم وكان عنده نقص بالبوتاسيوم، فقد ما بتعطيه بوتاسيوم ما بتحسن المريض، فاذا مريض عنده نقص بالبوتاسيوم انت عم تعوض له البوتاسيوم والمريض ما عم يستجيب، يعني ما عم يرتفع بوتاسيوم الدم، فلازم تفكر بعوز المغنيزيوم. وبشكل عام يجب معالجة عوز المغنيزيوم قبل معالجة نقص بوتاسيوم الدم لأن المريض ما بيستجيب. أيضا من الأسباب الإدرار بعد الانسداد مثل إزالة العائق، فبيحصل عند المريض إدرار فبيطرح البوتاسيوم. وأيضا في حالات الشفاء بعد النخر الأنبوبي الحاد، مثل ما قلنا كمان ذلك بعد النخر الأنبوبي الحاد أيضا بيحصل إدرار زائد، والمعالجة بالكورتيكوستيرويدات أيضا تسبب نقص بوتاسيوم.
هلا قبل ما احكي على تاثيرات نقص البوتاسيوم على مخطط كهربائي القلب، هون بالمحاضرات ما عم يذكروا حتى الاعراض مثلا نقص البوتاسيوم ولا نقص الصوديوم او ارتفاعه، الاعراض والعلامات السريريه لنقص بوتاسيوم الدم. اول شيء على مستوى العضلات المخططه بيؤدي لتعب وشعور بالاعياء، ايضا معص عضله يعني مصل كرامبس، وايضا بيؤدي لحدوث شلل صاعد في العضلات. شلل صاعد يعني بيبدا من الاسفل ثم يترقى تدريجيا نحو الاعلى، وعندما ينخفض بوتاسيوم الدم بشكل شديد لاقل من 2.5 ميليمول باللتر بيحصل اعتلال عضلي مع انحلال بالعضلات المخططه، وقد تحصل بالميوغلوبين بسبب انحلال العضلات المخططه. على مستوى الجهاز التنفسي قد يؤدي نقص البوتاسيوم الشديد الى شلل بعضلات الجهاز التنفسي وتطور قصور تنفسي عند المريض. انتبهوا على مستوى العضلات الملساء، غالبا بيحصل عند المريض بسبب نقص البوتاسيوم امساك، مو يخدعوكم بكره بالاسري او شيء. اذا شفت نقص البوتاسيوم احفظوها دائما بيؤدي لامساك، ايضا بيؤدي لحدوث شغله اسمها العلوس الشلله، يعني بسموها الباراليتيك الياس، يعني بيحصل عند المريض شلل في الامعاء. نقص البوتاسيوم وارتفاع الكالسيوم ايضا بيؤدي لامساك ومثل شلل بالامعاء بسموه الباراليتيك الياس، ترجمته العربيه هي بسموها العلوس الشلل. هلا تاثير نقص البوتاسيوم على مخطط كهربائي القلب بيؤدي اول شيء لتسطح موجي تي، لما يكون بيوصل مثلا اقل من 3.5، بين 3 الى 3.5 ميليمول باللتر، بينخفض مستوى البوتاسيوم بيؤدي لتسطح موجي تي. بعدين العلامه الواسمه له هي ظهور موجي يو في الحالات الشديده، وتفرق موجي يو عن موجي تي لانها ابعد من عن المركب كيو ار اس. وايضا بالحالات الشديده بيحصل تزحل وصله اس تي نحو الاسفل. بشكل عام اهم علامه من علامات نقص البوتاسيوم هي ظهور موجي يو. في الحاله الطبيعيه ما بتشاهد موجي يو، او اذا شاهدتها بتكون هي عباره عن موجي صغيره بعد الموجي تي، ولكن في حالات نقص البوتاسيوم اول شيء بيحدث تسطح بموجي تي يسموها فلاتر تي ويف، وبعدها بتصير تظهر موجي يو بعد الموجي تي وتظهر بشكل واضح وبارز، وايضا بيحصل تزحل وسط اس تي نحو الاسفل. بالنسبه لعلاج نقص البوتاسيوم بشكل عام عند المرضى اللا عرضيين يمكن تعويض البوتاسيوم عن طريق الفم سواء على شكل حبوب او شراب. اما في حالات نقص البوتاسيوم الشديد اذا كان مثلا اقل من 2.5 ميليمول باللتر، او اذا كان المرضى عرضيين، او بعض المرضى غير القادرين على تناول البوتاسيوم عن طريق الفم، لا بد من تعويض البوتاسيوم وريديا. وانتبهوا دائما يفضل اعطاء البوتاسيوم عن طريق وريد مركزي وليس عن طريق وريد محيطي، لأن أعطاءه بكميات عالية عن طريق وريد محيطي يؤدي إلى تخريش الوريد ويؤدي إلى حدوث التهاب بالوريد فليبايد. إذا كان ولا بد بدنا نعطيه عن طريق الأوردة المحيطي، يجب إعطاءه بجرعة لا تزيد عن 20 إلى 40 ميليمول باللتر، يعني ما بتحط أكثر من 40 ميليمول في كل لتر من السيروم، ما بصير تزيد الكمية أكثر من هيك لأنه بيؤدي لتخريش بالأوردة المحيطة وبالتالي بيؤدي لحدوث التهاب بالوريد. بشكل عام البوتاسيوم يعطى بمعدل 40 ميليمول باللتر، ما بزيد أكثر من هيك، وبسرعة لا تزيد عن 20 ميليمول بالساعة، وبجرعة يومية لا تزيد عن 160 ميليمول بال24 ساعة. هاي الأرقام كثير مهمة بالحياة العملية. بالسيروم الملحي طبعا هلأ راح أحكي عنها، بالسيروم الملحي ما بصير تحط أكثر من 40 ميليمول بوتاسيوم، ولا يعطى أكثر من 160 ميليمول بال24 ساعة، وبسرعة أيضا لا تزيد عن 20 ميليمول بالساعة.
ويعطى دائما ضمن السيروم الملحي النظامي ولا يعطى ضمن سيروم سكري، لانه اعطاؤه ضمن السيروم السكري اعطاء السكر راح يزيد افراز الانسولين وبالتالي بيؤدينا لمزيد من نقص البوتاسيوم. لذلك بشكل دائم اعطاء او تعويض البوتاسيوم يتم بوضعه ضمن السيروم الملحي، ودائما يجب مراقبه اعطاء البوتاسيوم بمراقبه تخطيط القلب الكهربائي، لانه تخطيط القلب الكهربائي كثير حساس لنقص او ارتفاع البوتاسيوم. فلذلك دائما يجب في حاله تعويض البوتاسيوم مراقبه تخطيط القلب الكهربائي ورؤيه التغيرات سواء الاستجابي او عدم الاستجابي. مثل ما ذكرت في حالات نقص المغنيسيوم قد لا يستجيب المريض لاعطاء البوتاسيوم فقط، لذلك يجب تصحيح نقص المغنيسيوم قبل اعطاء البوتاسيوم. ففي حالات عدم استجابه المريض على اعطاء البوتاسيوم يجب التفكير بوجود نقص بالمغنيسيوم. هلا عندنا الهايبر كاليميا او ارتفاع بوتاسيوم الدم، وهو ارتفاع تركيز شارة البوتاسيوم أكثر، طبعاً 4.5 لا يعتبر طبيعي، ارتفاع تركيز شارة البوتاسيوم أكثر من 5.5 ميلي مول بالليتر، تركيز البوتاسيوم من 3.5 إلى 4.5 مو صحيح الكلام هذا. بالتعريف ارتفاع تركيز البوتاسيوم هو ارتفاع تركيز شارة البوتاسيوم أكثر من 5.5 ميلي مول بالليتر. وهوني بالكلي مشددين أكثر من مرة على بوتاسيوم الدم الكاذب والحقيقي، ولازم تكون احفظتوهم من كثر ما عدناهم. فرط بوتاسيوم الدم الكاذب مثل ما ذكرنا انه تركيز البوتاسيوم بالكريات الحمر بيكون اعلى من تركيزه في البلازما، والخلايا العضليه هي الخلايا الاغنى بشرط البوتاسيوم، وبالتالي اي سبب يؤدي الى خروج البوتاسيوم من هذه الخلايا فانه يسبب ارتفاعا كاذبا في قيمته. وأسباب ارتفاع البوتاسيوم الدم الكاذب هي الممارسات الخاطئة أثناء سحب عينة الدم مثل ما ذكرنا أكثر مرة، التربيت بقوة على اليد يعني بعد ما يربطوا القروي وما يبين محو الوريد، تلاقي في بعض الممرضين أو يبلشوا ضرب على الإيد مشان على أساس يبين محو الوريد، فهذا الضرب هذا ممكن يؤدي لتخرب الخلايا وبالتالي تحرر البوتاسيوم فيها. وأيضا شد المكربي وإبقاء فترة طويلة قبل السحب إنه بيشدوا التورنيكيت على إيد المريض لفترة طويلة. وبشكل عام أصلاً لما بدنا نعمل تحليل البوتاسيوم يفضل سحب الدم بدون تطبيق المكربي أو التورنيكيت. أيضاً حتى شارة البوتاسيوم كتير حساسي إنه أحياناً بيدخلوا رأس إبري رفيع وبيتم السحب يعني بسرعة كبيرة. إذا كان رأس الإبري رفيع اللي بيدخلوا بالوريد وتم السحب يعني سحب الدم تم بسرعة كبيرة، هالسحب هذا وارتطامة برأس الإبري الصغير ممكن يؤدي إلى انحلال الكريات الحمر وبالتالي ممكن يعطي نتيجة خاطئة. أو أنه انحلال في عين الدم المسحوبي، أحيانا رج الأنبوب بعنف مثلا يؤدي الى تحطم الكريات الحمر. بشكل عام عاده لا يرج انبوب الدم بعد سحبه، ولكن اذا رج الانبوب او تحرك اهتز مثلا بشكل عنيف ممكن يؤدي الى تخرب الكريات الحمر وبالتالي تحرر البوتاسيوم فيها ويعطينا نتيجه كاذبه. ايضا المبالغه في التسفيل، واهم سبب هو يعني اذا كان بده يحصل خطا مخبري انه تاخر في تحليل بوتاسيوم الدم بعد سحب الدم، لأنه إذا المفروض تحليل البوتاسيوم أن يجرى خلال نصف ساعة إلى ساعة ماكسيموم من سحب الدم، أما إذا تأخروا بتحليل العيني ممكن تنحل الكريات الحمر ويتحرر البوتاسيوم فيها وتعطينا نتيجة خاطئة. من بعض الأسباب إنه زيادة تعداد كريات البيض كما في اللوكيميا أو زيادة تعداد الصفيحات، فزيادة تعدادها يزيد من ارتطامها بالكريات الحمراء وبالتالي قد تتكسر الكريات ويخرج البوتاسيوم منها، وعلما هذا يعني سبب نادر جدا. هلا اللي بهمنا هو فرط بوتاسيوم الدم الحقيقي، وله عدة أسباب. أول شيء إعادة توزع لخارج الخلايا،
الشيفت او بيسموها redistribution مثل ما ذكرنا هناك بنقص بوتاسيوم الدم بحاله الكلى. هون عندنا الشيء المعاكس هو الحماض. الحماض بيحدث فيه زياده بافراز زياده بشوارد الهيدروجين في البلازما، فبيعوض الجسم بزياده ادخاله الى داخل الخلايا وعوضا عن شوارد الهيدروجين اللي عم تدخل لداخل الخلايا بتخرج بدالها شوارد البوتاسيوم، مما يرفع تركيزها في الدم. ومثل ما ذكرت لكم اكثر من مره، انتبهوا، حاله الحماض او الحماض بشكل عام بيؤدي لارتفاع تركيز البوتاسيوم وارتفاع تركيز الكالسيوم، اما القلى فبيؤدي للعكس، بيؤدي لنقص بوتاسيوم ونقص الكالسيوم المتشرد. ايضا انتبهوا، هناك كان عندنا مقلدات بيتا، هون عندنا حاصلات بيتا، ايضا عوز الانسولين وارتفاع سكر الدم الشديد، مقلدات او شادات الفا، هناك كان عندنا حاصلات الفا، وايضا الشيء المعاكس كان هناك عندنا شلل الدوري بنقص البوتاسيوم، هون عندنا انواع من شلل الدوري العائله بفرض البوتاسيوم. زياده الورد الغذائي الخارجي كنمط الغذاء الغني بالبوتاسيوم او احيانا ادويه وريدي حاوي عليه. عاده عند الشخص الطبيعي تقوم الكلى السليمه باطراح البوتاسيوم مهما زاد الورد الغذائي او الدوائي منه للحفاظ على مستواه طبيعيا في الدم. لكن بوجود مشكله كلويه تمنع افراز البوتاسيوم على مستوى الانبوب البعيد والقناه الجامعه مثل القصور الكلوي، فيجب ان ننبه لنمط الغذاء الغني بالبوتاسيوم. بشكل عام يجب توجيه مرضى الأذية الكلوية اللي بيقوموا بإجراء غسل الكلى لاتباع حمية غذائية فقيرة بالبوتاسيوم لتجنب ارتفاعه الشديد واللي قد يكون مهدد للحياة، علما أنه مرضى القصور الكلوي المزمن نادرا ما يلتزموا بالحمية الغنية أو الحمية الفقيرة بالبوتاسيوم. هلأ زيادة الورم الداخلي كما في حالات متلازمة انحلال العضلات المخططة الرابدوميولايسيز، وهي الرابدوميولايسيز هي انحلال العضلات المخططة واللي قد تحدث عند السقوط من شاهق أو عند الهرس العضلي. هون بيحدث تمزق للخلايا العضلية المخططة وبالتالي خروج محتواها من انتبهوا بيرتفع فيها الكرياتينين والبوتاسيوم والفوسفور، لأنه كنا قلنا كذلك شرط الفوسفور هي الشاردة السلبية المسيطرة في الوسط داخل الخلوي، وأيضا الميوغلوبين اللي هو البروتين العضلي، وهذا البروتين سام للأنابيب الكلوية. أول شيء بيخرج البوتاسيوم لما حول العضلي ثم يدخل للأوعية المتهشمة نتيجة الرض، مما يؤدي إلى ارتفاع بوتاسيوم الدم. أيضا في حالات انحلال الدم أي آفي انحلالي تسبب انحلال بالدم وخروج البوتاسيوم من الكريات الحمراء إلى البلازما، كم في حالات الفوال أو فقر الدم المنجلي، وأيضا الهيموغلوبين الناتج مؤذي للكلى. هون هي يعني فكرة مخبرية أنتوا ما رح تهتموا فيها، ولكن لا بأس من معرفتها. بمعرفة لون البول من الممكن كيفية التفريق بين الهيموغلوبين والميوغلوبين في عينة البول. الهيموغلوبين اللي بيحدث اطراح الهيموغلوبين في البول اللي بيحدث نتيجة انحلالات الدم داخل الأوعية، والميوغلوبين اللي قلنا بيحصل بسبب انحلال العضلات المخططة أو تناثر الهرس. كيف منفرق فيهم منفرق بيناتهم بعين البول؟ فممكن إجراء تثفيل للعينة عند وجود الميوغلوبين، هو ثقيل، هذا الميوغلوبين يترسب مع الرسابي البولي ويكون لون السائل الطافي فاتح، بينما إذا كان الموجود في العين هو الهيموغلوبين فهذا بيبقى بالسائل الطافي فيصبح لونه أحمر، وذلك لأنه أخف
لكن كميزي سريريا احنا اللي بيفيدنا سريريا انه عاده اذا كان البول لونه احمر فهذا بيشير لوجود الهيموغلوبين، اما اذا كان البول لونه اسود او مايل نحو السواد فهذا بيشير لوجود الميوغلوبين. السبب الثالث نقص اطراح البوتاسيوم او حبس البوتاسيوم، هون الخلل بيكون على مستوى القطعه الوظيفيه الرابعه التي تقوم بافراز البوتاسيوم الى البول ليتم طرحه خارج الجسم، والسبب قد يكون اما فشل كلوي يعني اذي عضوي، وبيكون الكرياتينين البلازما اكثر من 500 ميكرومول باللتر، يعني انه عند المريض ارتفاع بالبوتاسيوم مع ارتفاع بتركيز الكرياتينين. هون بنميز حالتين، اما اذيه كلويه حاده وخاصه اذا ترافقت مع الحماض، حتى مثل ما بتعرفوا القصور الكلوي الحاد او المزمن بيترافق مع حماض وبالتالي هو ايضا بزيد تركيز شوارد البوتاسيوم، او كانت ناجمه عن انحلال عضلي او انحلال دم. ايضا الداء الكلوي المزمن يعني الاند ستيج رينال ديزيز، القصور الكلوي المزمن اللي خاصه بيترافق مع شح بالبول، او يكون السبب فشل افراز انبوبه ولكن بيكون كرياتينين البلازما اقل من 500 ميكرومول باللتر، يعني انه بيكون فقط عند المريض مشكله بالانابيب وليس عنده مشكله بالكبد الكلوي، يعني تركيز الكرياتينين بيكون طبيعي. هون بيكون الكرياتينين طبيعي بينما يختل تركيز الشوارد نتيجه اذيه الانابيب، وهون بنميز حالتين، اما ان يكون الالدوستيرون طبيعي او مرتفع وهذا بيحصل بعيوب النقل الانبوبي مثل البسودو هايبو الدوستيرونيزم، نقص الالدوستيرين نقص الالدوستيروني الكاذبي، او الامراض الخلاليه الانبوبيه مثل اللي بتحصل اللي بتترافق مع ذوبه حماميه جهازيه او زرع الكلي او الداء النشواني، وايضا بحالات الانسداد والانتان، وايضا بسبب بعض الادويه مثل السبيرولاكتون والاميلوري راح نشرحها لاحقا. او الحاله الثانيه انه بكون عندنا الالدوستيرون منخفض كما في حالات قصور قشر الكظر داء اديسون، او عيوب الانزيمات الكظريه مثل المتلازمه الكظريه التناسليه، وفي عندنا نوع اسمه نقص الالدوستيرون ناقص الرينين الهايبو رينينيميك هايبو الدوستيرونيزم، والادويه راح نشرحها هلا. انخفاض الالدوستيرون يعني توقف افراز شارد البوتاسيوم وشارد الهيدروجين مقابل شاردتي الصوديوم. مثل ما تعرفوا صرتوا تعرفوا انه الالدوستيرون بياثر على مستوى الانبوب البعيد بيعيد امتصاص شاردتي صوديوم مقابل اطراح شارد بوتاسيوم وشارد هيدروجين، فبالتالي عند نقص او انخفاض مستوى الالدوستيرون راح يعاني المريض من حماض لانه ما عاد يطرح شارد الهيدروجين، وبالتالي بيتراكم شوارد الهيدروجين بالدم وبيترافق مع حماض وفرط البوتاسيوم بسبب عدم افراز البوتاسيوم مع البول. فدائما داء اديسون اللي هو بيترافق مع نقص افراز الالدوستيرون بيكون عند المريض حماض وفرط بوتاسيوم الدم. هلا الاسباب الدوائيه وهي لازم يعني تتعرفوا عليها لانه كثير مهمه، قد تكون بعض الادويه هي السبب في ارتفاع البوتاسيوم الدم، لذلك يجب عدم نسيان سؤال المريض عن القصه الدوائيه، واحيانا قد نضطر الى ايقاف بعض الادويه لاحتمال كونها هي سبب ارتفاع البوتاسيوم. هلا في الادويه بعض الادويه اللي بتحتوي على البوتاسيوم هي بحد ذاتها بتكون بتحتوي على البوتاسيوم، تكون آليتها برفع البوتاسيوم بزيادة وارد من البوتاسيوم مثل البنسلين جي وسترات، أحيانا بنعطي سترات البوتاسيوم لقلون البول عند مرضى الحصيات، فهذا قد يكون سبب من أسباب ارتفاع البوتاسيوم. أيضا البوتاسيوم كلورايد
المستخدم في علاج نقص بوتاسيوم بالدم، يعني تعطيه على شكل حبوب وشراب كلوريد البوتاسيوم، ايضا سيروم رينجر لاكتات. طبعا سيروم رينجر لاكتات يعني ما بيؤدي لارتفاع بوتاسيوم الدم الا اذا يكون في سبب اخر معه، اما هو كمحتوى من البوتاسيوم ما بيحتوي على كميات كبيره، واصلا هي بس فقط بتكون للتعويض. اما كميه 4 ميلي مول باللتر من البوتاسيوم ما بترفع، بتؤدي لارتفاع بوتاسيوم ما لم يترافق مع اسباب اخرى، ولكن هو لاحتوائه على البوتاسيوم وهو المحلول الوحيد اللي بيحتوي على البوتاسيوم قد يكون سبب من اسباب ارتفاع البوتاسيوم. طبعا الشيء اللي لازم ما تنسوا، حاصلات الخميري القالبي للانجوتنسين كلها الاسي اي انهبيترز، الكابتوبريل والليزوليبريل والانالابريل، كل هالشلي هي حاصلات الخميري القالبي للانجوتنسين بتؤدي كتأثير جانبي لارتفاع البوتاسيوم، لذلك يجب انه تنتبهوا دائما لاعطاء عند المرضى اللي عندهم ارتفاع البوتاسيوم، واليتا بتثبت تحول الانجوتنسين 1 لانجوتنسين 2 وبالتالي بتمنع افراز الالدوستيرون. ايضا مثل كذلك مثبطات او مضادات مستقبلات الانجوتنسين 2، الانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر مثل اللوسارتان والبالسارتان والاربيسارتان والكانديسارتان، هذول كلهم بنسموهم مركبات الاي ار بي سي 2، يعني انجوتنسين ريسبتر 2 بلوكرز، مثبطات او مضادات مستقبلات الخميري الانجوتنسين. هاي بتثبت تفعيل مستقبل الانجوتنسين، يعني هي بترتبط بمستقبلات الانجوتنسين وبالتالي تمنع تاثير الانجوتنسين 2 فبتنقص الالدوستيرون وبيؤدي لارتفاع البوتاسيوم. ومركبات الاسي انهبيتر والانجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر من تاثيرات الجانبيه انه ترافق مع ارتفاع بالبوتاسيوم. هلا حصيلات مستقبلات بيتا بأليد تثبيط تحرك الرينين، لكن لا تؤدي لزياده كبيره في البوتاسيوم، فهي بتعمل بآلي مختلفة عن مركبات الأسي إنهبيتر. أما مركبات الأسي إنهبيتر أنجوتنسين 2 ريسبتر بلوكر بترفعوا بشدة كونها تؤثر على الآلي الرئيسي لإطراحه الكلوي إنه بتنقص إفراز الألدوسترون، ومن الأمثلة على حصيلات بيتا ولكن نادرا ما تشوفها بالممارسة العملية الأتينولول والميتوبرولول والبروبرانولول. من الأدوية المهمة والتي تستخدم على نطاق واسع مضادات الالتهاب غير استرويدي ومثبطات ستيكلو أكسجيناز 2، مضادات الالتهاب غير استرويدي اللي هي التقليدية الإيبوبروفين والبروفين أما مثبطات ستيكلو أكسجيناز 2 مثل مركبات السيلي كوكسيب والرولي كوكسيب، هي تثبط افراز البوتاسيوم المحفز بالبروستات جلاندينات من القناه الجامعه وتثبط اطلاق الرينين. هلا من الادويه المهمه ايضا حصيلات مستقبلات الالدوستيرون وهو مثل الاسبيرولاكتون والابلرينون، هذول مثبطين او حاصلين لمستقبلات الالدوستيرون، هون بيكون مستوى الالدوستيرون طبيعي او بيرتفع لكنه بيكون غير فعال بسبب حصر مستقبلاته، يعني بتنافسه على مستقبلاته، فتمنع هذه الحاصرات امتصاص الصوديوم وإفراز البوتاسيوم بسبب حصرة لمستقبلات الألدوستيرون وبالتالي منع تأثير. المدرات الحافظة للبوتاسيوم هي تثبط قناة الصوديوم في القناة الجامعة وتخفض مدروج إفراز البوتاسيوم، وأهم التيريمترين والأميلوريد. ايضا بتعمل بهالاليه بعض المضادات الحيويه خصوصا التريميتو بريم والبنتاميدين، هو التريميتو بريم والبنتاميدين ممكن يؤدوا لارتفاع البوتاسيوم. الهبارين بثبت صناع الالدوستيرون. الليكوزيدات الديجيتاليه او الديجيتاليز الجلوكوزايد، ولكن هي بالحياة العملية ما لها تأثير أصلاً، يعني هذا تأثير يعني عليه إنه الديجيتال أو مركبات الديجوكسين تثبط
الصوديوم بوتاسيوم التباز يعني القناه الجامعه في افراز البوتاسيوم من امثل عليها هي الديجوكسين. هلا يذكر هو كتاثير دوائي وفعاليته غير هذا، بالعكس اصلا عاده المرضى اللي نعالجهم الديجوكسين نخاف انه يكون عندهم نقص البوتاسيوم لانه كثير بكونوا حساسين لنقص البوتاسيوم، تزداد سميه الديجوكسين عند المرضى اللي بيكون عندهم نقص بالبوتاسيوم. فهو لو يرفع لنا بوتاسيوم الدم كان شيء كثير كثير كويس وما بنخاف. طبعا هون هدول المركبين الاخيرين فقط للاطلاع، هني بسموهم الكالسينيورين انهبيتر، هدول عباره عن مثبطات مناعيه بيستخدموا عند مرضى زرع الكلي، بيرفعوا البوتاسيوم بتثبيط مضخه الصوديوم بوتاسيوم اتيباز ضروري لعمل القناه الجامعه في افراز البوتاسيوم. هذول فقط مشان تعرفوهم مركبات بسموها مثبطات الكالسي نيورين، وهني مركبين مستخدمين على نطاق واسع عند مرضى زرع الاعضاء، هني السيكلوسبورين والتاكروليماكس. هلا كمان وبنفس الشكل اعراض فرط بوتاسيوم الدم، اهم ما يؤدي لنا له فرط بوتاسيوم الدم هو اضطرابات بالنظم القلبي، فقد يؤدي الى بطء قلب جيبي او توقف جيبي ساينس اريست، ايضا بيؤدي الى تباطؤ بالنقل الاذيني البطينه، قد يؤدي الى حدوث او رجفان بطينه وتوقف قلب. وعادة فرط البوتاسيوم إذا أدى إلى توقف القلب فيؤدي إلى توقف القلب بوضع الانبساط. طبعاً راح أشرحها، لكن ارتفاع البوتاسيوم يؤثر بشكل أساسي على موجين تي وهي مرحلة عودة استقطاب البطينة. هلق راح نحكي عن التخطيط على مستوى العضلات، بيؤدي إلى ضعف عضلي وشلل، وفي حال تأثر عضلات الحجاب الحاجز قد يؤدي الى قصور تنفسي. هي اهم اعراض ارتفاع بوتاسيوم الدم. تاثير فرط بوتاسيوم الدم على مخطط كهربائي القلب، في مريض عنده تحليل بوتاسيوم مثلا مرتفع 7 ميلي مول باللتر، نقوم باجراء تخطيط قلب كهربائي. مثل ما ذكرت اكثر من مره انه تخطيط قلب يثير لتبدلات شرط البوتاسيوم، وبالتالي لازم فرط البوتاسيوم لازم نسوي تخطيط كهربائي. اول شيء لا تاكد ارتفاع البوتاسيوم، وخصوصا انه بتتاثر اول شيء موجي تي، ثانيا لا تشوف اذا تاثيرات البوتاسيوم على العضله القلبيه مثل ما ذكرت انه بيؤدي الى اضطرابات نظم كثير. هلا في حال ارتفاع بوتاسيوم الدم من 6 ل 7 ميلي مول او ميلي مكافئ باللتر، هون بتظهر موجي تي مؤنفي بسموه البي تي ويف او الموجي تي حادي مؤنفي ل 7 ل 8 ميلي مكافئ باللتر، يبدا عندنا هون تسطح موجي بي تقوى مسافه بي ار وتتزحل وسطي نحو من اسفل، ويستمر طبعا ارتفاع تصبح مؤنث الدم من 8 ل 9 ميلي مول باللتر، بيزداد عندنا عرض عاده زمن مركبه كوريس ما بي 12% 20 ميلي ثاني، فبهالحاله هي 14 او اكثر من 140 وتختفي بموجي بي بسبب توقف الاذيني. مثل ما ذكرت بيؤدي لتباطؤ النقل الاذيني واحيانا بيؤدي لتوقف وبيزداد ارتفاع موجي بي. اخيرا اذا ارتفع بوتاسيوم الدم من 9 ميلي مول بيعطينا زياده عريضه كبيره في مركب كيو ار اس، ما بتكون تميز لا وهوني هي اخطر مرحله
تايم ويف بسموها الموجي، بصير مشوه وما بتحصل تعرف على تفاصيله، هاي بسموها ساينوس جي. طبعا ممكن يحدث الرجفان البطيني في اي مرحله ذكرت سابقا. هلا الاهم هو علاج فرط بوتاسيوم الدم، ويمكن ذكرنا باكثر من مكان. نقوم بتخفيف البوتاسيوم بحسب حالة المريض لتدخل فوري وإسعافه، والبعض يمكن أن نخفضه لديه ما يجب الحذر منه هو العصبية بسبب تأثيره على استقطاب الخلايا. لذلك في حال الارتفاع الشديد أول ما نقوم به البوتاسيوم وهو نقوم أول ما يجب إعطاءه تأثيره بهدف كسب الوقت، وقبل المباشرة بتخفيض البوتاسيوم يجب معاكسة تأثير البوتاسيوم على العضلة القلبية من أجل حمايتها، ومن ثم نتجه إلى خفض البوتاسيوم. أول ما يجب إعطاؤه هو إعطاء الكالسيوم، الكالسيوم جلوكونات أو كالسيوم كلورايد أمبولي كاملة، هي بتكون الكالسيوم جلوكونات أمبولي فيها 10 مللتر، وتركيز الكالسيوم جلوكونات بتكون 10%، بنعطي أمبولي ببطء خلال 10 دقائق. يقوم الكالسيوم بمعاكسة تأثير البوتاسيوم على الخلايا فقط دون أن يخفض تركيزه في الدم. هاي شغلة كثير مهمة للأسئلة النظرية، انتبهوا أحيانا ممكن يسألك أنه كل المداخلات أو كل التداخلات الطبية التالية تؤدي لتخفيض تركيز البوتاسيوم أو طرف وخارج الجسم، بحط لك من ضمنها جلوكونات الكالسيوم. مثل ما ذكرنا أكثر مرة أنه جلوكونات الكالسيوم نعطيها لمعاكسة تأثير البوتاسيوم على العضلة القلبية ولحماية العضلة القلبية، وليس لها تأثير على تركيز البوتاسيوم. مثل خلال دقائق نقوم بتسريبه خلال 10 دقائق، لكن ما تعطي دفش سريع. بعد ما نعطي كالسيوم جلوكونات لحماية العضلة نعطي علاجات تهدف إلى إعادة توزيع لداخل الخلايا الشفت. هوني نعمل على إدخال البوتاسيوم للخلايا، وذلك باستخدام إما الإنسولين. طبعا نعطي الإنسولين مع الغلوكوز كلا يحدث انخفاض في سكر الدم عند المريض، وتعتبر طريقة سريعة لخفض بوتاسيوم الدم. بالعادي نعطي 100 مللتر سيروم سكري 50% يعني مركز، وبنحط ضمنه 10 وحدات انسولين، وبنعطيهم تسريب وريده، وبتعطينا تاثير كثير كويس. بنعطي الانسولين مع السكر، هدفنا الاساسي هو اعطاء الانسولين، لانه الانسولين هو اللي بيدخل البوتاسيوم لداخل الخلايا، اما السكر اللي بنعطيه فهو لحماية المريض من حدوث نقص السكر، لأن إذا بدك تعطي أنسولين فقط فبيهبط السكر عند المريض فتدخل بمشكلة ثانية. فعادة نعطي 100 سي سي سيروم سكري 50% ونحط ضمنه 10 وحدات أنسولين. أيضا يمكن أعطاء مقلدات بيتا مثل السالبوتامول إنشاقيا، وقد يعطى وريديا في بعض الحالات، طبعا لا يلجأ إليه لأنه أعطاء مقلدات بيتا وريديا بيؤدي لتسرع شديد، فأنت بغنى عن هالدوخة هي كلها. طيب بختين أو أخذ سالبوتامول بتساعدك بإدخال البوتاسيوم لداخل الخلايا، ومن الوسائل اللي بتعاد التوزيع داخل الخلايا هو القلوة بيكربونات الصوديوم، لكن بشرط عدم وجود غور كلى. أيضا بيكربونات الصوديوم لأنه تحدث لنا كلى نقص خارج الخلوي بعد دخول داخل الخلايا. الوسائل هي تخليص الدم من البوتاسيوم، حرارة طارحة للبوتاسيوم تعطى مع السيروم والسوائل لكي لا تسبب بالتجفاف، بشرط قدرة الكلية على الإطراح. عادة ممكن أعطى الفرز صحيح.
نفرز من البوتاسيوم ولكن نعطي والماء، وبالتالي يؤدي لحدوث الفرز استعمال وريديا. ايضا هناك خالبة البوتاسيوم ريسونيوم والكاي اكزيليت تعطى هي لمرضى القصور الكلوي المزمن وقاي من ارتفاع، او تعطى لمريض قصور كلوي ولكن لديه بوتاسيوم وتعطى بطريقتين وذلك بعد الطعام. وهون بتعمل كخالب للبوتاسيوم بطيء جدا، يعني طبعا هي تعمل مثل ما ذكرنا للوقاي وليس للحالات الاسعافية شرجي بعد مضي وقت طويل على تناول الطعام. وهون بتقوم بس وليس فقط من اللمعة وإنما من خلايا الكولون مخاطئ، وهي طريقة فعالية وسريعة خلال واحد استخدام الكالسيوم ريسونيوم أفضل من استخدام الكاي إكزيليت لسبب بسيط، ارتفاع الصوديوم في الدم لأنه هون الخلايا بتبادل مع شوارب البوتاسيوم، يعني تطرح البوتاسيوم وريت الصوديوم فترقص الدم، بينما الكالسيوم والريسونيوم بدخل يكون أقل. أخيرا التحاب عم يقطش الصوت يعني. انتبهوا هي صوت مسموع كويس هيك، زملاء ايه حكيم عم يقطش شوي الصوت. على كل حال هي اخر فقره يعني، لا اخر من الكافيه. اخيرا هو الاتحاد الدموي اكثر فعالي والاسرع لدرجه القصور الكلوي، اكثر طرق فعاليه بتخفيض بوتاسيوم الدم هو اجراء، وتبقى المشكله بفتره الانتظار توفر وتأمين مدخل قسطرة للغسيل. طبعا مثل ما ذكر أول ما بنستخدمه في علاج الحالات الإسعافية لفرط البوتاسيوم وإعطاء جلوكونات الكالسيوم لحماية العضلة القلبية، وثم نبدأ بإعطاء الأنسولين وريديا مع السكر، وممكن نعطي بيكربونات الصوديوم أو حتى الفوروزمايد، وممكن أخيرا نعطي خالبات البوتاسيوم نلجأ للتحال الدموي. طبعا إجباري مرض نوضع على لحمي قليل البوتاسيوم. هلا هون هي المركب كنت تطلعي هي للاقتراع معكم مطالبين بحفظها، ولكن الأمور بشكل عام يعني شو أول يمكن إعطائه لحماية العضلة القلبية أو ما بأثبه كالسيوم جلوكونات، أو شو هي المركبات البوتاسيوم داخل إعادة البوتاسيوم الشيف، أو المركبات اللي بتأدي لإطراح البوتاسيوم خارج الجسم، ولكن هي عملية هنا لنهاية محاضرتنا. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. حكيم بالكوليرا، أنا عم اشتغل بمركز كوليرا، أنا عم نعوض رنجر بس يعني يا بنعطي معها بالأملاح فمول أو رنجر، يعني إذا صار في عنا مثلا تجفاف أو ارتفاع بوتاسيوم أو نقص بوتاسيوم لأنه بنطرح عن طريق البراز 50%، يعني فينا نعوض بوتاسيوم هون ولا الشوارب؟ لازم بالأصل يعني بالخطة مستوى البوتاسيوم، يعني أنت والله عامل تحليل بوتاسيوم هذا شيء يعني ما بصير، يعني على الأقل بس الواحد يشوف مستوى البوتاسيوم عند المريض قديش، خصوصا البوتاسيوم شاردة خطيرة. هلا الرينجر لاكتات
رينجر ليش عم يستخدموه بالكوليرا؟ لأنه أول شيء بيحتوي على شوارد ما بيحتوي عليها كل المحاليل الأخرى، بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على البوتاسيوم وأيضا بيحتوي على اللاكتات. مادة اللاكتات اللي موجودة بسيروم رينجر لاكتات تستقلب داخليا وتتحول إلى بيكربونات، لكن ضمن الجسم هاي بعد ما تعطي، بعد ما تعطي مادة اللاكتات تستقلب وتتحول داخليا إلى بيكربونات، وبالتالي بتساعد لك إذا عند المريض حماض بتساعد بتصحيح حالة الحماض الموجودة لدى المريض. لكن البوتاسيوم الموجود بالرينجر لاكتات ما هو كافي لتعويض حالات نقص البوتاسيوم الشديد، فلازم نعاير مستوى البوتاسيوم. فإذا كان منخفض أو مثلا يعني البوتاسيوم إذا كان على الحد الأدنى 3.5 إيه فممكن تكفي الرينجر لاكتات لتعويضه، أما إذا كان البوتاسيوم 3 أو أقل فلازم نعوض البوتاسيوم. هلا حكيم بجناح الأطفال قلت لنا إنه بس البوتاسيوم بنحطه مع الملح، جناح الأطفال بحطه يعني مع السكري، بنحطه سكري مع بوتاسيوم صوديوم بالأطفال سنة سنتين، ولا هذا شيء خطأ؟ ما بعرف والله حق الأطفال، أنا بصراحة في عندهم ممارسات، أنا ما يعني حتى في عندهم مراجع عندي مختلفة عن مراجع الداخلية، ولكن بشكل عام البوتاسيوم وقت بدنا نعوضه بنعوضه ضمن سيروم ملحي ويمنع اعطائه ضمن سيروم سكري، لانه مثل ما ذكرت اعطاء السكر اللي بدك تعطيه سيروم سكري بحرض لك بحد ذاته افراز الانسولين، فانت عم تعطي بوتاسيوم بتحرض افراز الانسولين، الانسولين بيروح بيدخل لك الى داخل الخلايا، بالتالي ما استفدت كثير من البوتاسيوم عم تعوضه. لهذا السبب اللي يفضل عدم اعطاء البوتاسيوم ضمن سيروم السكر. بقى جماعه الاطفال بيستخدموه ما بعرف سواء هن بناء على مراجعهم او كممارسه خاطئه، هذا ما فيني احكم عليه. حكيم اخر سؤال، القلاء شلون بنعالجه؟ قلاء مو الحماض، قلاء القلاء القلاء بشكل اساسي هو معالجه السبب. اول شيء بشكل اساسي بتعالج السبب، ونادر ما نلجا لاعطاء حموض. يعني مثلا القلاء الاستقلابي او القلاء التنفسي. القلاء الاستقلابي مثلا اهم سبب هو الاقياء، الاقياءات مثلا، او مريض عنده انسداد بواب، او مريض عم يفقد الحموض بكميات كبيره، فهون بدك تعالج السبب. السبب الاساسي انه توقف الاقياء وتعود الشوارد لحاله القلاء بيتصحح. او اذا المريض عنده مثلا قلاء تنفسي، عند مين بيحصل؟ عاده عند مرضى القلق، المرضى المنرفزين، المرضى اللي بيصير عندهم فرط تهوي، هذولي بس تعالج السبب الأساسي لحاله القلاء بيتصحى، ونادر ما تحتاج لإعطاء والله حموض. كان تعطي مثلا حمض كلور الماء، أو والله تشرب المريض حمض لصحح لك حالة القلاء، نادرة جدا جدا وما رح تشوفه. فالقلاء بشكل أساسي معالجته معالجة السبب اللي أدى لحدوث القلاء. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.